السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غنقدم معكم واحد الكيكه ديال المطيب اللي كتجي زوينه، نتمنى تجربوها. نبداو على بركه الله. غنحتاجوا ليها 4 البيضات، كاس ديال السنيده، 3 الخمارات، كاس ديال المطيب اللي زدت فيه 2 معالق ديال الكاكاو، وعندنا الفورس، دقيق ديال الفورس على حساب الخالي. نبداو على بركه الله. بسم الله. كاس ديال السنيده، ديك كاس ديال الزيت نسيت ما ذكرتوش في المقادير، نضيفو الزيت تدريجيا باش ما كيجيناش الكيك ديالنا بزيت. كنضيفو وحنا كنطربو، نضيفو المطيب مع الكاكاو، نضيف الطحين تدريجيا، نزيدو الخمارات، نخلو هاد الكيك ديالنا مطلوق شويه كنحصلو على هاد القوام هذا، ونضيف واحد القطره ديال الخل. بعد ما خلطنا الكيك ديالنا دهنا المول شويه ديال الزبده، ورشينا بالكاكاو، وندوزو نخلو الخليط ديالنا.
عندنا هنا شويه ديال الشوكولاط حبيبات، ضفنا ليه واحد نص معلقه تقريبا ديال النشا باش ما يهبطش لينا في القاع ديال المول. غنزينو به كيجي في الوسط ديال الكيك. الوليدات كيبغوا الشوكولاط. صافي غادي نشعلو الفران على سخنو الفران على 180 درجة وندخلو الكيك ديالنا يطيب ونتلاقاو نشوفو الطريقة ديال التزيين ديالو. غندوزو دابا نحضرو واحد الكناش لي غنزوقو بيه الكيك ديالنا. غنحتاجو ديال كاس ديال الحليب، غنضيف عليه قطع ديال الشكلاط، نضيف معلقة ديال الكاكاو، عندي هنا تقريبا نصف معلقه ديال النشا وميزينا. غنديروا هذا الخليط في البوطه حتى يعقد وندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. بعد ما طاب الكيك ديالنا كيجي هذا هو الشكل ديالو. غادي ندوزو نزينو بالكناش اللي حضرنا. يبقى الكيك ديالنا بارد، بدنا الكناش سخون. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. نتمنى تجربوه، راه غادي يعجبكم. انا زينته بحبيبات الشوكولاطه، وكل يزين بالطريقه اللي كتعجبه.